يقول رأيك اليوم زميلنا من بنك الكويت بيسأل الناس لو طلب زميلك بالعمل مبلغ من المال سلف راح توافق ولا لا؟ خلونا نسمع أبرز الإجابات ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرة قول رأيك. سؤالنا في قول رأيك اليوم لو زميلك بالعمل طلب منك سلف تعطيه ولا لا؟ خلونا بعد نشوف الزوار اليوم ايش قال. لو طلب زميلك بالعمل سلف تعطيه ولا لا؟ اي نعطيه. طيب لو كان مبلغ غالي على قد كم يعني؟ طلب 30,000. الله يسلم. لا 30 لا نقول غيرها. اي والله تجمل في حدود المعقول يعني 1,005. ابشر بالسعد. وكان عندي القدره الماليه ابشر بالسعد. في ناس قالوا انه يعني زميل عمل ما ابغى ادخل معاه في نقاشات. لا عادي ما في اي اشكال. ويعتمد على المبلغ اللي راح يطلبه مني يعني. اذا كان كبير راح اخذ منه ضمانات مقابل المبلغ راح اعطيه. على حسب الزميل. لو هذا لا ليه ما بيرجع. لو طلبت زميلتك بالعمل سلف منك تعطيها ولا لا؟ بعطيها. كم المبلغ طيب او متوسط المبلغ؟ يعني حسب قد ايه هي طالبه، وبعدين اذا بعرفها اكيد بعطيها. بعطيها اكيد. ليش؟ يعني زميل يعني اكيد بعطيه بقف جنبه يعني. في ناس تدخلوا في موضوع انه يعني زميل في العمل ما ابغى ادخل في نقاشات معه. لا عادي. الامور طيبه. الامور طيبه اخوات يعني. حسب يعني العلاقه بينه وبينه. وبالغالب نعم. هي بتساعد؟ اساعد. لا ما اعطيه. ايش السبب؟ السبب معاك في نفس العمل يمكن يماطل بكره بعده، انت عارف ظروفي، انت عارف وضعي، والله ما تيسرت يمغط فيك. المشكله راتبكم ينزل مع بعض. اي هذه يمغط فيك 3 شهور 6 شهور وراح تصير سنه، يبدا الموضوع تطفيش، يبدا الموضوع كانه صار واجب عليك، ان اعتبرها فزعه واعتبرها فقفل من البدايه وريح راسك احسن. على حسب مكانه الشخص. هو في العمل جميل عمل على حسب المبلغ ايضا. اذا كان يعني من 1000 الى 3000 تقريبا. لا كم المبلغ المسموح؟ يعني اقل من كذا. ايه اعطيه. ايش السبب؟ السبب يمكن محتاج، يمكن ما جاء يطلبني الا هو محتاج يعني، طبعا في حدود المعقول يعني، مبلغ مو كبير. ما يكون مبلغ فلكي. ايه مو فلكي. في النهايه هو راح يرد اكيد في النهايه. واني يعني من ابسط حقوقك كخوي او زميل عمل انك توقف معه وتسلفه يعني. رؤى لو احتاج منك 300,000. 300,000؟ عيوني لك حبيبتي. انت ايش تبغى؟ تعالي عيشي معايا. تعالي عيشي معايا وابشري باللي تبغيه يا روحي. يعني شرط اني انا اعيش معك عشان تعطيني 300,000؟ اقول لي اضمن شيء يعني، اضمن 300 اضمنك انت، فاضمنك انت احسن. عشان تخافني انا ما ارجعها لك. لا 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 شوفي يعني طبعا هي تعتمد كثير اودي على حسب مكانه الشخص عندي، حتى لو زملاء يعني الحمد لله من زملائي وزميلاتي علاقتنا قويه، وفي بعضهم لا يعني بحكم انه ما فيش احتكاك دائم فالعلاقه تكون شوي بعيده. انا ما اعتقد انه ممكن زميل رجل يجي يطلب مني سلف، هذه انا احسها انه لها ابعاد كثير وعيب. احس من بنت لبنت احس انه اطلع اللي انا اقدر اطلعه من خاطري، بس ما استنى انه يرجع. لما اوقف وقفه يعني وقفه انسانيه، اعرف مثلا فلان الحين مثلا محتاج او فلانه محتاجه، لو طلعتها ما استناها ترجع لي اياها. طالما طلعت مني بتروح. انا من الناس اللي احب فلوسي، ما اطلعها واقول ترجعي لي اياها، لانه ممكن يجي يقول لي والله ما اخذت منك شيء، او تبدا تصير حزازيات لو انه تاخرت علي وطلبتها، تقوم هي تتحسس انه يعني عرفتي انه على 2000 قعدت لي مثلا، فاذا طلعتها ما استناها ترجع. وبس انت انا يمكن على حسب الوضع. استني انت طالبه مني 300,000 دحين خليني. طيب انا لما ابي اطلب بعد ابي اطلب شيء زين ما راح اطلب 2000 و3000 و4 و5. معلش والله حد اني انا استلف مبلغ يعني. بس انا مش بنك سوري. معلش حتى لو انت مو بنك على الاقل ما فيها فوائد. اخذها منك صافي ورجعها لك صافي. بس اذا انت ترضي انك توقعي على سند انا ما عندي مشكله. توقعي لي على شيك انه يكون مثلا في استحقاق ما عندي مشكله، نتعامل مبدا الثقه. صح. انا اعطيك ال 300 انت تعطيني شيك بالمبلغ، يصير ما هذا يصير نتفاهم هناك. هناك نتفاهم. شوفي انا مثلا من الناس اللي ما عندي مشكله في السلف، اذا احد طلبني اعطيه بس على حسب وضعي انا.
يعني هل انا تسلفي ولا تعطي وما تاخذي ما ترجع؟ على حسب مين. اوكي، على حسب مين. مثلا انا سلفت هذا الشخص، لازم يكون وضعي انا تمام. لازم ما احس اني انا اضغط على نفسي ولا اضغط على وضعي ولا اضغط على مصروفاتي، ملتزماتي، حتى اشياء. طب لو تحسي انه كان، او مثلا لو على سبيل المثال جيت طلبت منك وانت تعرفي انه انا يعني انت بحكم قربك وتعرفي تفاصيلي، تقولي انه يعني انه عندها او انه لعابه او انه ما راح اكون جاده وارجع لك المبلغ، هل ممكن انك برضو تسلفي او لا؟ ما قد طحت في هذا الشعور وهذه المشاعر، فصعب اني انا اقول لك او لا. انا صراحه ما قد احد. هل تطلبي اثباتات انه هذا الشخص محتاج؟ ما قد طحت في هذا الموقف نهائي، وان اعطيت اعطيت يعني من غير ما اسال. يطلبوني مثلا صديقات لي، صديقات مو زميلات، فما ارجع اسال مره ثانيه ولا اهتم اني ارجع اسال، لان طلعت من طيب خاطر وفضع انا فيه كويس ماني مضغوطه فيه. فهو اهم شيء انا عندي واهم نقطه عندي في السلف، لما اطلع الشيء من خاطري لا اروح استلفه عشان اسلف فلانه، اكيد، ولا اضغط على نفسي، ولا يعني أأمن نفسي من جميع النواحي حتى الأشياء البسيطة واللي فيها ترفيه. وبعدين أعطي من سعة، ما أعطي من ضيق. أكيد أكيد أتفق معك. يعني أنا ما أقول، شوفي إحنا مجتمعنا، يعني إحنا في الآخر مجتمع جدا قريبين من بعض، نساعد بعض، نساند بعض، نوقف جنب بعض. مثلا أرجع أقول لك، مثلا لو أعرف إنه الموقف حقيقي ومرت فيه زميلة، أنا من طيب خاطر بأعطي ولا أنتظر إنه في يوم من الأيام يرجع لي. بس أنا أحب أدرس الحالة، غير حالتي أنا، هل أنا عندي إمكانيات أو لا، الحين الوضع مناسب أو لا، بس بشوف هذا الشخص يحتاج فعلا ولا هو بس شغل استعباط. عرفتي؟ إذا كان شغل استعباط لا والله، أنا فلوسي عزيزة علي، أنا تعبانة عليها، فما رح أربيها حتى لو كان بطلب وسلف، ما رح أعطي. بس ما أعرف إنه الشخص فعليا أحس، وإحنا نحن نفهم بعض أودي، نفهم نعرف إذا كان الإنسان يمر بظروف، صار له موقف، whatever يكون، لا أكيد بعطي، وأنا ممكن أبادر وإني أسوي هذه الخطوة. تدرين رؤى في نقطة بعد مهمة، في شيء مهم جدا، مو بس إحنا الكبار، حتى الأطفال إحنا نعلمهم عليه. لازم تعودي طفلك إنه ما يسلف ولا يستلف. يعني أكبر مصيبة لما الأم، يعني أنا مثلا أقول لأطفالي خليك كريم خليك كريم، هو طفل بكرة راح يتناسى، يتنازل عن حقوقه بحكم المبدأ الكرم. مع أنه هذا الشيء مرة غلط. إحنا كبار يمكن واعين وفهمونا أهالينا، وتربية زمان مو مثل تربية الحين، وجيل أول مو بجيل الحين. فأحس أنه لازم بعد نحط عند أطفالنا حدود للسلف وللدين والاستلاف. لا تسلف مرة ولا تستلف. أتفق معك. يعني أنا أتذكر بنتي أيام المدرسة مثلا تقول لي أنه مثلا في الفسحة طلبت شيء أخذت من صاحبتها، ما تأخذ فلوس من أحد، تبغي تأخذ من البيت أما تأخذ فلوس من أحد، تقولي حتى قلت له ولا ترجعي ولا تعطي ولا تعطي في المدرسة، ما لك علاقة بأحد، لأنه هذه الأشياء هم لسه صغار. أنا أتوقع رح تترتب عليها مواقف بعدين. أكيد أكيد. يعني إنهم يعني يكبروا إنهم يدهم تكون فرطة، أو إنهم يتعودوا إنهم يطلبوا، وأنا ما أحب الطلب. وما عندهم مسؤولية ولا اتكالية رح تصير. فعليا فعليا، يعني الطفل لما تعودينه من الحين على هذا الشيء، إنه يستلف وإنه يسلف وإنه تبدأ فيه تبني أشياء. ما أدري، يمكن في يوم من الأيام نجيب ضيفنا معنا في الاستوديو ونتكلم عن هذا الموضوع ونتناقش فيه. إنه ما ينفع الطفل تعودين من الصغر إنه هو يأخذ من أصدقائه، ولو أخذ لا تسكتين، لا تقولي لا عادي ومش الموضوع. لا، حاولي تاخذين تناقشين وش ناقصك وش اللي قاصرك وش، لأن اليوم بيأخذ بكرة صح بيكبر وبيوصل لعمر معين وحيصير طفل اتكالي وحيأخذ كمان. عموما يعني دائما الواحد لازم يكون حريص، يدرس الناس اللي حوله، مو من باب الشكك، بالعكس، حتى لما تعمل اي فعل اي موقف تبغى تسويه يكون يعني في مكان صح، تصرف صحيح. يعني ما ودي اني انا اظلم احد اقول لا شكله لعاب، انه بس كذا مثلا يبغى يبعزق الفلوس. طب ممكن يكون فعلا محتاج، بس هي الفكره انا لازم ادرس الحاله، ادرس الوضع، وبعدين يعني بصراحه ارجع اقول يعني من نعم الله علينا انه احنا مجتمع متكاتف، وهذه بصراحة ميزة إن الواحد ما يحس إنه هو مقطوع. يعني أنا أكيد لو في يوم من الأيام احتجت إكس واي زد من الناس، أنا متأكد إنهم رح يكونوا واقفين جنبي، وهذا الشيء يعطي طمأنينة للإنسان. لكن الطلب وقت الحاجة يعني اللي تكون جدا
ضرورية، موقف لا قدر الله، ما أعرف، بس أنه الواحد يكون متعود على الطلب على الفاضي والمليان أشعر أنه عيب. هذا اللي قاعد أقول لك عليها النقطة، اللي أرجع أقول لك طفلك إذا عودتيه على الطلب الفاضي والمليان حيكبر وحيصير في هذه الشخصية تتكلمين عنها. أنا كمان صراحة متحمسة أنه ما أعرف إذا حب الناس كانوا يتفاعلوا معنا تحت هذا الفيديو، يقولوا إيش طريقته في موضوع السلف وإيش هي فلسفتهم في موضوع السلف. خلصنا رأى نطلع خلصنا يلا مشاهدين نطلع فاصل قصير ونرجع لكم.